التقدم في التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، توقعات بنمو الاستثمارات والتجارة بين البلدين. تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية بيقول إن حجم التجارة بين مصر وتركيا بيمثل 3 مليار و700 مليون دولار من إجمالي التجارة في مصر من البضائع. شوف الرقم، شوف التطورات واسمع الكلام الجديد. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي اللي كان في زيارة في تركيا على رأس وفد من أعضاء الغرفة بيحث المستثمرين المصريين على الاستثمار المتبادل مع الأطراف، وبيدعو من أنقرة الشركات المصرية للاستثمار في تركيا. ايه ده، هو في وفد تجاري مصري زار تركيا؟ وفي اتفاقيات تجارية بتحكم العلاقة دي، ومزاج عام متبادل لتنمية التبادل التجاري والاستثمار، والأرقام بتتكلم. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بيقول كمان ان التعاون المتبادل بين المصريين والأتراك فرصة لفتح مجالات جديدة تمكن المستثمرين من الانفتاح على أفريقيا والوطن العربي وأمريكا وأوروبا، منافع للشعبين. بيان لوزارة التجارة التركية قبل 10 أيام تقريبا بيقول ان الجانبين عندهم آمال لتعظيم التعاون. قيمة الصادرات التركية لمصر السنة اللي فاتت بس بلغت 4 مليار و500 مليون دولار، لو قارناها ب 2020 تبقى زادت 44%. طب والواردات؟ قيمة واردات تركيا من مصر 2 مليار و200 مليون دولار، زيادة عن السنة اللي قبلها 2020 ب 28.5%. رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي اسمه هيسار جيكلي أوغلو قال ان المستثمرين الاتراك ما وقفوش استثماراتهم في مصر اطلاقا. خد شوية الارقام دي كده. رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية ده قال في الاجتماع مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية، اتكلم على شوية مكاسب حصلت السنة اللي فاتت بس 2021 فقط. استثمار الشركات التركية حوالي 250 مليون دولار إضافي في مصر، علاوة على 200 شركة تركية 40 منها كبيرة بتنتج في مصر وبتوفر فرص عمل إضافية وبتصدر وبتوفر فرص عمل لحوالي 75 ألف مصري تقريبا. ده الإضافي أو الزيادة في السنة اللي فاتت بس. اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بتحط مصر في وصف انها اكبر شريك تجاري لتركيا في افريقيا، في حجم تجاري بين البلدين عدى 6 مليار دولار السنة اللي فاتت لوحدها. طب لو قارناه بسنة 2020 نلاقيه زاد بنسبة 35%. المقاولين الاتراك انجزوا في مصر حوالي 26 مشروع بالفلوس 900 مليون دولار. طب والمقاولين المصريين انجزوا ايه في تركيا؟ عاوزين تصريحات مصرية تقول لنا. في كفة كده اسمها الميزان التجاري، المفروض انها لا تميل لمصر ولا تميل لتركيا، بيبقى فيها اتزان. طب دلوقتي مايلة لتركيا، يبقى مطلوب مزيد من الجهود من المستثمرين المصريين والجهات التجارية المعنية بالاستثمار، جهد اكبر واسرع لعمل التوازن ده. وبالمناسبة الطرفين هيستفيدوا اكتر لما يحصل التوازن ده. ليه؟ لانه بيفضل هدف، كل ما تسعى ليه بتزيد الانتاجيه، بالتالي المنافسه، بتتنوع المجالات زراعه صناعه وغيره، بتزيد قيمه التبادل التجاري كمبلغ كامل وفرص العمل في البلدين وغيره. بالمناسبه اللقاء بين ممثلي اتحاد التجاره في البلدين في انقره ده مش اول لقاء، كان في لقاء في اواخر سبتمبر اللي فات، زياره لرئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعيه في تركيا بدعوه من رئيس اتحاد الغرف المصرية، كانت في القاهرة يعني.